فرحة كبيرة، وهي مناسبة بمناسبة هي ذكرى البطل الشهيد الرزيل عبد القادر. في كل أعياد دينية أو مناسبة ثورية أو إحياء الأيام التاريخية أو الثورية إلا وندمجوها مع التنمية المحلية. اليوم على مستوى بلدية عزيل فقدنا مشروع ثانوية جد ثانوية بمبلغ إجمالي 35 مليار سنتيم. هذه الثانوية اللي راهي متقدمة في الإنجاز سوف يستلم هذا المشروع خلال السنة الدراسية المقبلة إن شاء الله. المشروع الثاني هو إعادة الاعتبار وهيكلة مكتب البريد كاتيجوري 4 اللي اليوم أصبح حلة جديدة. تم صرف مبلغ مالي يفوق 600 مليون سنتيم من أجل إعادة الاعتبار له ويعني وتجهيزه. عندنا أيضا استراتيجية المدروسة واللي مسطرة على مستوى الولاية خارطة التاريخ اللي درناها، وهو التكفل بقطاع الطاقة بشقيه الكهرباء والغاز، واليوم رصدنا مبلغ مالي إجمالي يفوق 120 مليار سنتيم من أجل التكفل بهذه المناطق النائية والريفية وتزويد أكثر من 4 قرى بالكهرباء والغاز بنسبة 100% إن شاء الله، بشبكة الكهرباء تفوق 100 كيلومتر وشبكة الغاز تفوق 200 كيلومتر بمبلغ إجمالي 52 مليار بالنسبة لشبكة الغاز الكهرباء، 52 مليار بالنسبة لشبكة الكهرباء وأكثر من 63 مليار بالنسبة لشبكة الغاز. سيبلينا فيه في المشروع هذا أكثر من 7000 مواطن في 4 مشاتي وقرى، وين التكلفة للفرد الواحد تفوق 100 مليون، وهذا من أجل التكفل بكل سكان هذه المنطقة، وهي خارطة الطريق اللي درناها على مستوى الولاية من أجل ربط كل المساكن وكل القرى كل المستثمرين كل الفلاحين على مستوى الولاية بهذه الشبكة يعني 100%. أضاف إلى ذلك رصدنا مبلغ مالي يفوق 3 ملايير من أجل التهيئة الحضارية بالنسبة لبلدية عزيل وربط مختلف الشبكات الباطنية، وين خدينا قرارات وعهود بأننا لا يمكننا أن نقوم بالتهيئة الحضارية أو بإنجاز الطرقات إلا بعد الانتهاء النهائي من كل شبكات الباطنية. وين اليوم تلقينا مع السكان مع المواطنين مع الأعيان مع الجمعيات ومع الشباب واستمعنا إلى انشغالاتهم وقمنا برسم خريطة الطريق من أجل استقبالهم يومياً على مستوى البلديات والضوائر من أجل عرض عليهم كل المشاريع المتكفل بها، وأيضاً إحصاء باقي الانشغالات التي يقوم بطرحها المواطن يومياً من أجل التكفل بها مستقبلياً وحسب الإمكانيات المالية المتوفرة.